كده إيه بنسجل تمام. طيب هنتكلم عن الستيتمنت اوف كاش فلو تمام، اللي هي قائمه التدفقات النقديه. طيب ايه هو الغرض الرئيسي من الستيتمنت اوف كاش فلو ديت؟ الغرض الرئيسي منها ان هي بتقدم لي معلومات عن الكاش ريسيبت، الفلوس اللي انا خدتها والفلوس اللي انا دفعتها خلال فتره معينه من الزمن. الفتره دي تبقى الفتره اللي انا بعد خلالها القوائم الماليه ديت، اللي هي غالبا بتبقى في نهايه السنه او او كوارتر مثلا، لو انا بعمل ايه كل ربع سنه. حلو كده. طيب عشان احقق الغرض بتاعي دوت، الستيتمنت اوف كاش فلو بتقدم لي انفورميشن عن الكاش ان فلو والكاش ايه اوت فلو. منين؟ من الاوبريتنج والانفستنج والفاينانسنج. انا بقسم عندي الستيتمنت اوف كاش فلو عندي ل 3 اكتيفيتيز. حلو كده يا شباب. اوبريتنج وانفستنج وفاينانسنج، النشاط التشغيلي والنشاط الاستثماري والنشاط التمويلي. الترتيب دوت لازم هو يبقى هو نفس الترتيب، يعني ما ينفعش تجيب الانفستنج قبل الاوبريتنج. هو ده الترتيب المقبول بالنسبه للجاب، اوبريتنج انفستنج فاينانسنج. تاني انا عايز اراجع معاكم حاجه، الستيتمنت اوف كاش فلو بتقدم لي معلومات عن ايه؟ عن الكاش ايه؟ الكاش بيمنت خلال فتره معينه من الزمن. طيب الستيتمنت اوف كاش فلو بتتقسم ل 3 اكتيفيتي، ايه هما؟ الاوبريتنج operating والinvesting والfinancing والفاينانس. activities صح كده. طيب طيب الستيتمنت اوف كاش فلو بتساعد اليوزرز بقى في ايه؟ بتساعد اليوزرز في اللي هم يحددوا الليكويديتي. ايه هي الليكويديتي؟ اللي هي قدره الشركه ان هي تجنريت بوزيتيف فيوتشر كاش فلو. حلو كده. طب السولفنسي بتاعتها اللي هي الملاءه الماليه، اللي هي قدرة الشركة اللي هي تقابل الالتزامات اللي عليها، تقدر تدفع للالتزامات اللي عليها في الوقت اللي ايه اللي المفروض تدفعه فيه. والفاينانشال فليكسيبيليتي اللي هي بيسموها المرونة المالية، اللي هي عبارة عن ايه؟ اللي هي قدرة الشركة ان هي تستجيب للان اكسبكتد اكسبنس اند انفستمنت اوبورتيونز. يعني مثلا استاذ مينا ده ربنا كرمه كده ومعاه قرشين حلوين، فجه قدامه حصل عروض على العربيات كويسة جدا، فاستغل الفرصه دي وراح مشتري العربيه دي. فهو عشان هو عنده فاينانشال فلكسبيليتي كويسه، لكن لو هو ما عندوش الفاينانشال فلكسبيليتي دي هل كان هيقدر يستغل الفرصه ديت؟ ما كانش هيقدر. صح كده ولا لا؟ تمام. طيب والستيتمنت اوف كاش فلو عندي بتشرح لي التغير في الكاش والكاش اكويفالنت خلال فتره معينه من الزمن، اللي هي قلنا الفتره الماليه اللي انا بعد خلالها القوائم الماليه ايه بتاعتي. تمام. طيب بص يا شباب، ده شكل كده ملخص للستيتمنت اوف كاش فلو. عندي كاش فلو فروم اوبريتنج اكتيفيتي والانفستنج والفاينانسنج. حلو كده. بعد كده بيطلع مجموع دولت بيديني التغير اللي حصل في الكاش عندي، سواء كان انكريز او كان ايه ديكريز. حلو. بضيف عليه البيجيننج كاش بالانس بتاعي، بيطلع لي الايه الكاش ات اند اوف ذا يير، اللي هو الرقم اللي موجود عندي في البالانس شيت بتاعتي في الكاش. حلو. ده شكل كده احنا هناخد مثال توضيحي بس، انا بوريكم الدنيا عامله ازاي لغايه كده. الدنيا تمام ولا لا؟ تمام 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 طيب يلا نحل السؤال ده. الـ statement of cash flow intend to help user of financial statements ان هم يعملوا ايه؟ ارجعكم للسلايدز اللي ده. وبتعمل ايه؟ تعال نرجع للسؤال بقى تاني. ايه يا محمد؟ ايه؟ تمام كده؟ اللي هي تيفالويت فيرم ليكويديتي والسلفنسي والفاينانشال ايه؟ صح كده؟ حد محتاج فيدباك في السؤال ولا الدنيا تمام؟ طيب السؤال ده بقى لو حد حله غلط يعني انا هيشيلوك من على الكرسي يقول لك اتفضل. اجابه دي تمام. اوبريتنج وانفستنج فاينانس. حد عايز يديك في السؤال ولا كده ولا انا تمام؟ تمام كده. طيب ثانيه واحده شباب، اعمل حاجه.
طب ايه الطرق اللي انا بعمل بيها الستيتمنت اوف كاش فلو؟ قال لك انت عندك طريقتين، طريقه اسمها الدايركت ميثود والطريقه اسمها ايه؟ اندايركت ميثود. الطريقتين زي بعض في كل حاجه، بيختلفوا في حاجه واحده بس اللي هو السكشن الاوبريتنج ايه؟ سكشن. لكن بالنسبه للانفستنج والفاينانسنج الاثنين واحد. الاي اف ار اس والجيب بيسمحوا بالطريقتين، وفي نفس الوقت الاثنين بيشجعوا ان انت تشتغل بالايه؟ بالدايركت ميثود. تمام. بس في عايز اقول لكم بس ايه الفرق بين الطريقتين الاول عشان نبقى عارفين احنا بنتكلم ازاي. الدايركت ميثود دي انت بتشوف الميجر، يعني الميجر سيجمنت اللي عندك اللي جابت لك اللي صرفت جبت منها فلوس وصرفت فيها فلوس، حلو، وبتطرحهم من بعض وبتوصل لرقم الايه الكاش بتاعك بالنسبه للاوبريتنج. لكن الاندايركت ميثود دي الطريقه اللي احنا بنشتغل بيها ومعظمنا هيبقى عارفها، اللي انت بتاخد رقم النت انكم وبتعمل له الريكونسليشن عشان توصل لرقم الايه الكاش عندك في الاخر، التغير في الكاش اللي حصل عندك. تمام. فالاي اف ار اس والجاب بيسمحوا بالطريقتين وبيشجعوا ان انت تشتغل بالدايركت ميثود، بس بالرغم من كده معظم الشركات بتشتغل بالاندايركت ميثود. ليه؟ لان الريكونسليشن ديت بالنسبه للفاسبي كمان مطلوبه اللي انت تعملها، يعني سواء انت عملت دايركت ميثود او عملت اشتغلت بالدايركت ميثود هيقول لك طب اعمل لي الريكونسليشن بتاع النت انكم عشان توصل للرقم الكاش من الاوبريتنج اكتيفيتي. فالشركات بتقول لك طالما انا كده كده هعمل ريكونسليشن ديت، طب هوجع دماغي ليه ما اشتغل بالاندايركت ايه ميثود. تمام. طيب زي ما اتفقنا قلنا في الدايركت انت احنا اللي علينا باستفاضه الاندايركت ميثود. زي ما احنا ما اتفقنا قلنا في الدايركت ميثود ايه اللي بيحصل؟ الاثنين زي بعض بالظبط، بيختلفوا في السكشن بتاع الاوبريتنج ايه اكتيفيتي، حلو كده. بحط فيه الميجر كلاسز اوف اوبريتنج كاش ريسيبت والكاش ديسبيرسمنت، فبالتالي النون كاش ايتمز هنا عندي ما تبقاش ليها وجود اصلا، حلو كده. بصوا هيجي مثال دلوقتي بالارقام هيوضح لنا الدنيا عامله ازاي. تمام. ما بيظهرش عندي في الدايركت ميثود دي ولا ديبريشيشن بقى ولا امورتايزيشن ولا اي حاجه من الحاجات النون كاش دي، انا بركز على الحاجات اللي ايه اللي هي الكاش دي بس. وبيقول لك ان برضه لو اشتغلت دايركت ميثود مطلوب منك ان انت تعمل الايه الريكونسليشن الجاب عايزاها منك. طب الان دايركت ميثود دي عامله ازاي بقى؟ حد عارف الان دايركت ميثود دي عامله ازاي؟ كابتن حسام، حسام وحش الكاش فلو هو معانا ولا لا؟ حسام، حسام راح من طيب بصوا يا جماعه انتوا سامعيني ولا انا حاسس ان انا بس بتكلم نفسي؟ انتوا معايا؟ انا سامع. لا سامعينك. طيب في الاندايركت ميثود انا باخد رقم الايه النت انكم بتاعي، حلو كده، وبعمل عليه شويه ريكونسليشن. الريكونسليشن دي عباره عن ايه؟ باجي الاول ابص، احنا بنتكلم على الاوبريتنج سيكشن، الاوبريتنج ايه اكتيفيتي دلوقتي. تمام. باجي الاول بركز على الانكم ستيتمنت، اشوف اي حاجه لون كاش موجوده عندي. فاللون كاش ده لو كان اكسبنس او لوس بيعمل لي ايه في رقم النت انكم؟ بيقلله او بيزوده؟ ده سؤال. يعني حسن اكسبنس دي مثلا ديبريشيشن اكسبنس ده بيعمل لي ايه في رقم النت انكم؟ هيقلل النت انكم، فبالتالي ده قلل لي الفلوس وده ما نتجش عنه مصروف فعلي، صح كده؟ فبجمعه، ماشي. طيب والنون كاش انكم او جينز، لو عندي مثلا بوند بريميوم بعمل له امورتايزيشن، فده برضو ما نتجش عنه فلوس انا خدتها فعليا فبطرحه، حلو كده. فخلصت الانكم ستيتمنت عندي، باجي اخش على الاصول. طيب انا دلوقتي بالنسبه لي انا عندي سيلز ريفينيو مثلا بمليون دولار، حلو. المليون دولار دي في منهم 200,000 دولار مبيعات اجله، المبيعات الاجله دي قللت لي الكاش ولا ما قللتهاش؟ مصرف ايه؟ اجله لسه ما دخلتليش فلوس. حلو، بس انا دخلتها في النت انكم عندي، دخلتها في الايراد عندي، صح؟ تمام. فلما دخلتها في الايراد عندي ده زودت عندي الاكونت ريسيفبل الناحيه الثانيه، فنتيجه اللي انا دخلت فلوس مبيعات
عندي ب 200,000 دولار زودت الاكونت ريسيفبل عندي وانا ما حصلتهاش قللت لي الفلوس اللي داخله لي، صح كده ولا لا؟ فاهمين ولا فاهم يا شيري معايا ولا ايه؟ تمام. فبالتالي بروح ايه الاسيتس ديت اللي هي التغير في الاكونت ريسيفبل عندي بروح ايه مزوده. لو هو لو سوري لو التغير في الاكونت ريسيفبل ده بالزياده انا بطرحه. ليه؟ لان نتيجه ال 200,000 الزياده اللي انا بعت بيها دي قللت لي الفلوس بتاعتي ب 200,000 راحوا في الاكونت ريسيفبل. تمام. والعكس لو انا الاكونت ريسيفبل قلت عندي بزودها، لان ده معناها ان انا حصلت من فلوس اللي كانت بره. نفس الفكره بالنسبه لللايبيليتي بقى العكس. لو انا مثلا اشتريت بضاعه بالاجل وما دفعتش فلوسها، مش البضاعه اللي بالاجل دي انا لما اشتريتها وبعتها الفلوس بتاعتها عندي ديت زودت لي الكاش، لان جبت بضاعه بقى عندي انفنتوري مثلا وما دفعتش حقه، صح ولا لا؟ ماشي. تمام. فباجي بخش على الميزانيه عندي، لو بشوف التغير في اللايبيليتي اللي عندي، التغير اللي حصل في اللايبيليتي ممكن يبقى ايه بلس او ماينس، فلو زاد ايه بزوده، لو قل بقلله. اللايبيليتي بنفس يعني بص احنا يعني ايه احنا ممكن يعني بنريح دماغنا، فبقول لك لو عندك في اللايبيليتي زاد زوده قل قلله، حلو كده. طيب الاسيتس التغير في الاسيتس العكس الاشاره، يعني لو زاد هطرحه لو قل هجمعه، حلو كده. طيب هنا بيقول لك ايه كتاب بتاع بيكر كان عامل اختصار كده بكلمه كلود، بيقول لك ان المكونات بتاعه الاوبريتنج سيكشن بتختصرها بالكلمه دي اللي هي الكرنت اسيتس واللايبيليتي واللوس والجينز والامورتيزيشن والديبريشن والديفيرد ايتم. تمام. ده شكل الستمنت اوف كاش فلو. ده الكاش فلو من الاوبريتنج اكتيفيتي والانفستنج والايه والفاينانسنج، حلو. طيب بص الرسمتين دولت بيلخصوا لك الدنيا كلها. احنا اتفقنا ان احنا في الاندايركت ميثود بنعمل ريكونسليشن على رقم النت انكم بتاعي، صح كده ولا لا؟ ردوا عليا عشان احس ان انتوا معايا. تمام. طيب انا باخد اول حاجه ببدا بيها عندي ايه رقم النت انكم، صح كده. وقلنا هنيجي نبص على الانكم ستيتمنت عندي نشوف اي حاجه نون كاش هعمل لها معالجه، هعمل لها ادجستمنت. طيب قلنا ديبريشيشن اكسبنس، ديبريشيشن اكسبنس دوت مصروف انا حاطه ما نتكش عنه كاش، فايه هجمعه. نفس الفكره بالنسبه للامورتيزيشن والامورتيزيشن بتاع البوند ديسكاونت. بص انا كنت عامل الحركه دي عشان ما انساش، كنت بقول الديبريشيشن بحرف الدي والبوند ديسكاونت بحرف الدي، فالاثنين ايه بيتجمعوا، لكن البوند بريميوم بيت ايه بيتطرح، حلو كده. دي قايمه بالحاجات اللي انا المفروض ايه اعرفها تتجمع وتطرح والكلام ده، حلو. طب تعالى هنا احنا هنقسمها بالنسبه للاوبريتنج سيكشن بقى عندي في ايه. الاوبريتنج سيكشن ده الجزء الرئيسي فيه الانكم ايه ستيتمنت، حلو. وده اهم جزء عندي في الستيتمنت اوف كاش فلو، لان اكتر حاجه بتولد فلوس للشركه اكيد الفلوس اللي بتيجي من نشاط من الشغل بتاعها، صح كده ولا لا؟ تمام. فبحط في الاوبريتنج سيكشن ده ايه الفلوس اللي بعتها من الايه من البضاعه بتاعتي او الخدمات اللي انا ايه بقدمها، صح كده. طيب بصوا الفوائد دائما وابدا محطوطه في الاوبريتنج سيكشن، حلو كده. يعني سواء الفوائد دي انا بدفعها لحد او فوائد انا باخدها نتيجه ان انا عامل انفستمنت في ايه في حاجات معينه، تمام. يبقى الفوائد دائما وابدا في انهي سيكشن؟ في الاوبريتنج، حلو كده. طيب الديفيدنس لو انا هاخد ديفيدنس، يعني انا مثلا محمد اشتريت في شركه شادي اسهم وشادي وزع عليها ديفيدنس، هتبقى موجوده عندي في الاوبريتنج. لكن لو انا كشركه محمد هي اللي وزعت الديفيدنس، هتبقى موجوده في الايه في الفاينانسنج، تمام. طيب الفلوس اللي انا بدفعها عشان الانفنتوري، الفلوس اللي بدفعها للايه للموظفين بتوعي، للضرايب، كل ده موجود في الايه في الاوبريتنج ايه سيكشن. طيب تعالى عندي بقى في السيكشن بتاع الانفستنج،
واضح من اسمه ان هو اسمه ايه الانفستنج اكتيفيتي، ان هو نشاط استثماري، صح كده ولا لا؟ فبحط فيه الكاش فلو ان او اوت اللي انا بشتري بيها بروبرتي بلانت اند اكويبمنت، الاصول الثابته بتاعتي. تمام. طب الكاش فلو عندي اللي بيجي لي نتيجه اللي انا هعمل استثمار ان او اوت برضو في ايه، في سيكيورتيز معينه، سواء كان ديت او ايكويتي سيكيورتي، اشتريت بوند او اشتريت اسهم في شركه تانية. تمام. تمام كده ولا حد راح مني؟ ماشي. طيب، طب انا دلوقتي نفترض مثلا، عايز اقول لكم على حاجه. جيت انا كان عندي مكنه، المكنه دي انا كنت مشتريها مثلا ب 100,000 جنيه وصول ثابته عندي، وعمل لها اهلاك ب 20,000 جنيه، يعني الكارنج اماونت بتاعتها كام؟ 80,000. حلو كده. جيت انا بعت المكنه دي ب 90,000. تعال نعمل الانتري كده بتاعها، هنقول ديبت الكاش طبيعي بكام؟ ب 90 صح؟ وديبت الاكيوم بكام؟ بال 20 صح كده؟ وكريدت المكنه بال 100، فاضل عندي طرفه كريدت صح؟ عشان اظبط الانتري عندي هتبقى فيها كام؟ احط فيها كام؟ 10,000. ده جين ولا نص؟ جين. جين صح كده. طيب ال 10,000 جين دي انا وانا بعمل الانكم ستيتمنت بتاعتي، مش ال 10,000 جين دي انت مش هنحطها في الانكم ستيتمنت بتاعتنا؟ تمام، في السكشن بتاع الاوبريتنج، صح كده ولا لا؟ وانا بعمل الستيتمنت اوف كاش فلو في الاندايركت ميثود، هروح جاي على 10,000 جين دي اروح ايه مرجعها تاني طارحها. حلو. لان انا هحط ال 90,000 اللي جات لي نتيجه بيع المكنه دي كلها في الانفستنج اكتيفيتي. تمام. تمام معايا كده ولا لا؟ تمام. طيب هاجي بقى للسكشن الاخير اللي هو الفاينانسنج اكتيفيتي. الفاينانسنج اكتيفيتي ده بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه حاجتين، الفلوس اللي جات لي نتيجه اللي انا بعت الاسهم بتاعت الشركه بتاعتي، او اصدرت ايه سندات عندي. تمام. ده بالنسبه للانفلو. طب الاوت فلو، لو دفعت ديفيدنس للمساهمين بتوعي، تمام، او رجعت، انا كنت مصدر سند مثلا وجي تاريخ استحقاقه فهرجعه، او اخدت كارد وجي تاريخ استحقاقه فهرجعه، ده يتحط عندي فين؟ في الايه، في الفاينانسنج. حلو كده. تعالى بقى نراجع الكلام اللي احنا قلناه. احنا قلنا الستيتمنت اوف كاش فلو بتنقسم عندي لكام سيكشن؟ ثلاثة. اوبريتنج وانفستنج وايه وفاينانسنج. قلنا فاينانس الاوبريتنج دوت الحاجه الرئيسيه فيه الانكم ايه ستيتمنت والكرنت ايه اسيتس بتاعتي. تمام كده. وقلنا الانفستنج ده الكاش ان فلو او الاوت فلو اللي انا بطلعه عشان اشتري بيه او ابيع بروبرتي بلانت عند اكويبمنت، او بعمل استثمارات في اوراق ماليه سواء كانت ديت او ايكويتي. حلو كده. تمام. طيب والفاينانسنج اكتيفيتي ده عباره عن الكاش ان فلو اللي جالي من الانفستمنت في الايكويتي سيكيورتي، او اللي جالي نتيجه اللي انا اصدرت ايه سندات معينه او نوتس معينه. والكاش اوت فلو اللي هيجي لي من خلال ايه دفعت ديفيدنس ايه للمساهمين بتوعي، او رجعت الايه السندات قيمه السندات اللي انا ايه البرنسبل بتاع السندات اللي انا كنت ايه اصدرتها. حلو كده. طيب هسالكم سؤال. طب لو انا دفعت الديفيدنس هحطها فين؟ ده سؤال. الديفيدنس اللي انا دفعتها هتتحط في انهي سيكشن؟ الانفستمنت. الديفيدنس لا، اللي انا دفعتها دفعت ديفيدنس للستوك هولدرز بتوعي هتتحط فين؟ دفعتها يعني حاجات ايكوتي بتاعتي. الديفيدنس هتتحط في الفاينانسنج، مش احنا قلنا دلوقتي ان الجزء بتاع الفاينانسنج الكاش اوت فلو بيبقى اللي فيه عباره عن الفلوس اللي انا دفعتها للستوك هولدرز بتوعي كديفيدنس، صح كده؟ انتوا شايفين السكرين عندي ولا لا؟ شايفين السكرين؟
شباب شايفين سكرين ولا ايه؟ معايا ولا ايه يا شباب؟ معاك يا محمد. طب اقول لك انتوا معاك معاك شايفين السكرين عندي ولا لا؟ كده شايفينها. طيب مش احنا قلنا الفلوس اللي انا الكاش اوت فلو اللي انا بدفعها في شكل ديفيدنس للناس المساهمين بتوعي بتتحط في الفاينانسنج صح؟ ولو ديفيدنس انا هاخدها هتتحط فين؟ في الاوبريتنج صح كده؟ ايه تمام صح. طيب لو خلينا كده انا اعرف هتدفع انت الديفيدنس يبقى ايه؟ فاينانسنج. خدتها تبقى فين؟ في الاوبريتنج. ودائما وابدا الانترست بتتحط فين؟ في الاوبريتنج تمام كده؟ طيب لغايه كده الدنيا تمام؟ عشان طيب تعال نشوف احنا بنعمل الستمنت اوف كاش فلو ازاي بقى. عشان اعمل الستمنت اوف كاش فلو انا محتاج ثلاث حاجات. محتاج يبقى عندي ميزانيه السنه دي وميزانيه السنه اللي فاتت حلو، ومحتاج الانكم ستمنت بتاعت السنه اللي انا هعمل لها الستمنت اوف كاش فلو، ومحتاج شويه معلومات ثانيه هنعرف ايه هي دلوقتي تمام. طيب تعال ناخد المثال دوت. بيقول لك في 1 يناير سنة 2020 الشركة بتاعتنا دي كان أول سنة ليها في الشغل عندنا. عملت إيه؟ أصدرت 50,000 إيه؟ سهم، قيمة السهم دولار. حلو كده؟ فالكومن ستوك عندنا كان بكام؟ ب 50,000 دولار، حطهم في الكاش. فالشركة بتاعتنا هتقول ديبت الإيه؟ الكاش بال 50,000، كريدت الإيه؟ الكومن ستوك بالإيه؟ بال 50,000. أجري على الكلام دوت ولا حد معترض؟ تمام. طيب قال لك بعد كده الشركه بتاعتنا عملت ايه بقى؟ اجرت اوفيس سبيس واشترت اساس وتليكومينيكيشن اكويبمنت وعملت ماركتنج سيرفيس خلال السنه الاولانيه. وفي زون 2020 الشركه بتاعتنا دي اشترت حته ارض بكام؟ ب 15,000 دولار. الانتري بتاعها يبقى ديبت الايه؟ البي بي ان دي من 15، كريدت الايه؟ الكاش. حد عنده اعتراض على الانتري ده ولا كده الدنيا تمام؟ حلو كده؟ ده اللي حصل خلال ايه؟ خلال السنه بتاعتنا. طيب فجه قال لك جه اخر السنه يوم 31/12 سنه 2020 الشركه بتاعتنا دي عملت البالانس شيت والانكم ستيتمنت ايه بتاعتها. فالبالانس شيت بتاعتها فيها في الكاش 31,000 اهو تيك 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 لغايه ايه توتال الاسيتس بتاعتنا كام؟ 87. وعندنا الاكونتس بيبل عندنا 12,000 و50,000 كومن ستوك اللي احنا اصدرناهم في الاول لو تفتكروا. وريتيند ايرننج ده نتيجه الايه؟ الفلوس اللي جات لنا من النت انكم. طبعا انت هقول لكم ليه هنا 39 واللي راح هنا 25 دلوقتي تمام. فالباقي عندنا الرقم ده. وطبعا السنه اللي فاتت كانت بصفار لان دي اول سنه لينا ايه؟ في الشغل صح كده؟ معايا؟ معايا. طيب والانكم ستيتمنت بتاعتنا الشركه بتاعتنا باعت ب 172,000 وكان عندها اوبريتنج اكسبنس ب 120,000 فعندها ايه؟ انكم بيفور تاكس 52 والانكم تاكس عندنا 13 فعندها نت انكم ايه؟ 39. وجي قال لك ايه معلومه اللي هي المعلومات الثانيه اللي احنا كنا بنقول عليها محتاجينها. قال لك خلي بالك الشركه بتاعتنا وزعت ديفيدنس كام؟ 14. طب الديفيدنس اللي احنا وزعناه دي هتحط في انهي سيكشن كده؟ اشوفكم فاكرين ولا لا؟ احنا وزعنا ديفيدنس يبقى في الفاينانسنج صح كده؟ طيب هعمل اربع خطوات عشان احضر الستمنت في كاش فلو. اول خطوه عندي هحدد الكاش اللي جاني او اللي انا استخدمته في الاوبريتنج اكتيفيتي. تاني خطوه هحدد الكاش برضو بتاع الانفستنج والايه والفاينانسنج. رابع خطوه هشوف التغير في الكاش حصل عندي انكريز ولا ديكريز في الكاش خلال الفتره.
بعد كده هعمل ريكونسيليشن، هجمع رقم التغير اللي حصل عندي دوت على البيجنينج كاش بالانس بتاعي، هيطلع لي رقم الكاش اللي موجود عندي ايه في البالانس شيت بتاعتي اللي هو هنا المفروض كام؟ 31 في نهايه السنه. تمام يا شباب؟ طيب شايفين عندي هنا الميزانيه على الشمال وهنا الانكم ستيتمنت. اول رقم ببدا بيه عندي في عشان اعمل ستيتمنت اوف كاش فلو هو انهي يعني رقم؟ الو ببدا بايه؟ نت انكم. تمام، اللي هو كام عندي هنا؟ 39000. 39000 حلو كده. بعد كده هعمل الادجستنج بتاعتي. حلو، هنا من حسن الحظ المثال ده يعني ايه المدينه الفاضله، فما فيش عندي اي حاجه هتترد في الانكم ستيتمنت. فانا لو عندي هنا جين مثلا زي اللي احنا ايه اتفقنا، لو عندي جين اللي انا بعت فيكسد اسيتس وعندي جين هرده، ديبريشيشن هرده، صح كده؟ لو عندي بوند ديسكاونت، مش احنا قلنا ديبريشيشن بتديه والبوند ديسكاونت بتديه، الاثنين يتردوا. طب لو عندي امورتيزيشن لبوند بريميوم، ده بيزود لي الايه الفلوس عندي فهطرحه. فانا ما عنديش اي حاجه هنا في الحاجات في الانكم ستيتمنت، فهسيب الانكم ستيتمنت واروح على الايه على البالانس شيت. اول حاجه هبص عليها عندي ايه الكرنت اسيتس بتاعتي. طيب الاكونت ريسيفبل عندي كانت بكام السنه اللي فاتت؟ كانت بصفر، صح كده؟ صح ولا لا؟ طيب بقت بكام؟ ب 41. زادت ولا قلت؟ زادت. طيب نتيجه زياده الاكونت ريسيفبل دوت مش قلل لي الكاش عندي، صح كده؟ مش انا لو ما كنتش بعت اجل كنت هبيع كاش وساعتها ما كانش هيبقى عندي اكونت ريسيفبل، وساعتها ال 41000 دول كانوا هيتحطوا في الكاش، صح كده؟ فال 41000 دي عملت ايه في الكاش؟ قلتهولي. عشان نريح دماغنا برضو هفكركم تاني، الاسيتس لما بتزيد بنعكس الاشاره بتاعتها اللايبيليتي بنفس الاشاره. يعني الاسيتس عندي هنا دي زادت ب 41000 تحطها ايه؟ تطرحها. طيب في حاجه عندي حصلت الفيكسد اسيتس ماليش دعوه بيها. طيب الاكونتس بيبل حصل فيها ايه؟ زادت ب 12000، دي زياده احطها زي ما هي. طيب التغير اللي حصل عندي في الاوبريتنج سيكشن هنا كام؟ الصافي بتاعه 29. يبقى كده النت كاش فلو اللي جالي من الاوبريتنج اكتيفيتي كام يا شباب؟ 10000. حلو كده؟ 10000. طيب هعمل بعد كده بقى الانفستنج والايه؟ والفاينانسنج. طيب احنا قلنا السكشن بتاع الانفستنج بيخش فيه ايه؟ بيخش فيه اي فلوس انا دفعتها في استثمارات اللي انا مثلا بشتري اصول ثابته او بعمل انفستمنت في ايه؟ في ديت او ايكويتي سيكيورتي، صح كده ولا لا؟ هو ما عملش انفستمنت بس اشترى اصول ثابته هنا ولا ما اشتراش؟ اشترى، مش اشترى حته ارض ب 15000؟ اهي انتوا معايا ولا رحت فين؟ طيب انا معاك حته الارض اللي ب 15000 دي قللت لي الكاش ولا زودته؟ مش طلعت فلوس انا عشان اشتري حته الارض دي؟ هتقلله لانه اسيت هنعكس، صح كده؟ هتقلله فهنحطها بالماينس. تمام كده؟ طيب يبقى كده عندي هنا النت كاش فلو فروم انفستنج اكتيفيتي. طب تعالى نفترض ان انا كان عندي كمان حته ارض انا بعتها ب 50000، كنت هحطها ايه؟ زي ما هي زودت لي الكاش هحط 50000 كمان ايه عندي في الايه؟ في الكاش. تمام؟ طيب تعالى نروح في الانفستنج كده، خلاص خلصنا الانفستنج. طب تعالى نروح ايه؟ في الفاينانسنج اكتيفيتي. انت عملت ايه؟ انت مش اصدرت اسهم ب 50000 دولار في اول السنه في بدايه النشاط بتاعك، صح؟ مش الاسهم اللي انت اصدرتها دي حصلت قيمتها من العملاء، يبقى زودت الكاش ولا ما زودتوش؟ هتحط زي ما هي 50000 هحطهم، ودفعت الديفيدنس كام؟ 14. تمام؟ يبقى عندي النت كاش فلو اللي جالي من الفاينانسنج اكتيفيتي كام؟ 36000. حلو كده؟ يبقى انا عندي نت انكريس في الكاش بتاعي بكام؟ الانكريس في الكاش بتاعي يبقى كام؟ 31. طب انت كان عندك كاش في بدايه الفتره اصلا ولا انت كنت بادئ من دي اول سنه ليك في التشغيل؟ دي كانت اول سنه ليا في التشغيل فما كانش عندي كاش، فهي هيبقى هو ايه؟ التغير هو هو يبقى الرقم اللي موجود عندي في الميزانيه اللي هي 31. تمام كده يا شباب؟
شباب تمام؟ الو معاك يا محمد سلام. طب يلا ده مثال حلو دلوقتي وانا معاك. المفروض هتحسب الكاش فلو اللي جالك من الاوبريتنج اكتيفيتي تمام، والتغير اللي حصل في الكاش خلال السنه. احنا عندنا اول رقم كده طلعوا ورقه وقلم كده ويلا بينا. النت انكم عندنا كان كام؟ 40,000. دي بقى اول حاجه هبدا فيها عشان اجي احسب الايه الاوبريتنج اكتيفيتي. طيب الديفيدنس بيت دي هتخش عندي في انهي سيكشن؟ انا دفعت ديفيدنس يبقى عندي ايه؟ ده انفستنج صح؟ فاينانسنج. سوري فاينانسنج. ماليش دعوه بيها. فاينانسنج تمام؟ طب الاكونت ريسيفبل عندي حصل لها انكريز ب 10,000. مش عارف مين بيتصل على التليفون ارضي في اليومين اللي احنا فيهم، حد بيتصل على التليفون ارضي؟ الاكونت ريسيفبل حصل لها انكريز بكام؟ ثواني يا شباب. 10 ب 10 هنحطها بالماينس. هنحطها بالماينس صح كده؟ طيب الاكونتس بيبل حصل لها انكريز بكام؟ ب 7,000. تحط ايه؟ زي ما هي صح؟ اشتريت اكويبمنت عندك ب 8,000، دي موجوده تحط عندي هنا ولا تحط في الانفستنج؟ هتحط في الانفستنج تمام؟ طيب من الاول احنا عندنا نت انكم كام؟ 40,000. الشركه عندنا دفعت ديفيدنس كام؟ ب 5,000. الديفيدنس دي هتحط في انهي سيكشن؟ فاينانسنج. مالهاش دعوه بيها، مالناش دعوه بيها دلوقتي. طب الاكونت ريسيفبل حصل فيها زياده ب 10,000، هنعمل فيها ايه؟ تبقى ماينس. هتبقى بالماينس لان الايفكت بتاع زياده الاكونت ريسيفبل قلل لي الكاش عندي. طب الاكونت ريسيفبل حصل فيها زياده بكام؟ ب 7,000. 7,000 يبقى بلس. حطها زي ما هي. طيب انا اشتريت اكويبمنت عندي ب 8,000، الاكويبمنت بتاعتي دي هتعمل ايه؟ هتنقص الكاش. دي بس دي في الانفستنج اصلا فقلنا لي دعوه بيها دلوقتي. اوكي تمام. انفستنج. طب عندي ديبريشيشن اكسبنس ب 4,000، الديبريشيشن ده عمل لي ايه في الكاش؟ مصروف نان كاش صح كده، وقلل لي الرقم بتاع الانكم، يبقى اعمل فيه ايه؟ اجمعه. يبقى انا عندي 40 ناقص 10 30 زائد 7 37 زائد 4، يبقى عندي هنا كام؟ 41. ده الكاش اللي جالي من الايه؟ من الاوبريتنج ايه؟ اكتيفيتي تمام كده؟ 41,000. ايه؟ 41,000. حلو كده. طيب تعالى نخش بعد ما بنعمل الاوبريتنج سيكشن بنخش على الايه؟ على الانفستنج. طب انت ايه اللي عندك في الانفستنج هنا؟ الانفستنج اللي قلنا الاكويبمنت اللي انا اشتريتها اللي ب 8. الاكويبمنت. طيب ال 8,000 دولت ده كاش ان ولا كاش اوت؟ ده كاش اوت. كاش اوت، يبقى هعمل فيهم ايه؟ اطرحهم. اطرح كده تمام؟ يبقى الكاش، وفي حاجه ثانيه حصلت في الانفستنج؟ مفيش. تمام. يبقى الكاش اللي يبقى عندي الكاش اللي جالي من الانفستنج النت كاش بروفايد فروم انفستنج اكتيفيتي كام؟ 8. طب الفاينانسنج عندي فيها ايه؟ فاينانسنج فيها الديفيدنس. فيها الديفيدنس اللي انت دفعتها اللي هي كانت بكام؟ ب5. طبعا ده كاش اوت، فايه؟ كاش اوت فاطرحه. طيب وانت هنا قال لك اللي انت اصدرت نوتس بيبل ب 20,000. طب النوتس بيبل اللي انت اصدرتها دي جابت لك فلوس ولا لا؟ كاش ان ولا كاش اوت؟ كاش ان. فهنجمعها. حلو كده. يلا بقى اجمع الارقام دي كده وقول لي الانكريز اللي حصل عندك في الكاش قد ايه.
حد وصل الرقم؟ 48,000. الله ينور، 48,000. حد تاني وصل يا جماعة؟ اه 48,000. طيب حد محتاج فيدباك طيب؟ ولا كده تمام؟ الحتة بتاعت النوتس بيبل بس. النوتس بيبل زيها زي السنين. نفس المعالجة بتاعتها، مش احنا اتفقنا ان السكشن بتاع الفاينانسنج بيبقى فيه حاجتين، لو انا اصدرت اسهم او اصدرت سندات او نوتس بيبل عندي او خدت قرض او اي حاجه من ديت هتتحط في الفاينانسنج، صح كده؟ فالنوتس بيبل زيها زي الحاجات دي، زي القرض، زي كانك اصدرت بوند. ولو انت جيت دفعت اصل القرض ده اصل النوتس بيبل، يعني انت لما اجي ارد ال 20,000 دولار دي هحطها فين؟ في الفاينانسنج برضه. طيب الناس اللي انا اديتهم النوتس دي بياخدوا مني فوائد، صح كده ولا لا؟ الفوائد هتتحط فين؟ في الاوبريتنج. قلنا دائما وابدا الفوائد محطوطه فين؟ سواء انا بدفعها او انا باخدها محطوطه فين الفوائد؟ في الاوبريتنج. في الاوبريتنج. تمام كده؟ ده حل المثال اللي احنا خدناه دلوقتي. تمام؟ طيب الدايركت ميثود احنا مش علينا اللي احنا ناخدها بالتفصيل، بس انا حاطط لك شرح تفصيلي ليها عشان لو حد حابب ايه يشوفها عامله ازاي، لكن كل كتب السي ام ايه مش شرحها بالتفصيل، انا جايب الشرح دوت من الكتاب بتاع سي بي اي. حلو كده؟ ماشي؟ كل اللي عليك اللي انت المفروض تعرفه فيها ان انا في الدايركت ميثود بعمل ايه؟ باخد الميجور كلاسز اوف كاش ريسيبت وكاش ديسبيرسمنت. حلو كده؟ وبحطهم بالايه؟ بالتوتال، يعني مثلا عندي الكاش ريسيفد فروم كاستمرز كرقم، حلو؟ الكاش بيد للسبلايرز، الكاش بيد للموظفين بتوعي، المرتبات بتاعتي، الاذر اكسبنسز اللي عندي كلها، كل ده بطرحهم من بعضه واوصل في الاخر الكاش فلو فروم ايه؟ اوبريتنج عندي. تمام كده؟ انت اللي عليك ان انت تعرف الكلام ده، التفصيل دوت انا حاجه حاطها لك زياده، عايز تقراها اقراها، مش عايز تقراها كبر منها. حلو كده؟ طيب ايه هي النوتس اللي المفروض بتطلع عندي من مع الستيتمنت اوف كاش فلو؟ حد عارف ايه هي ولا لا؟ طيب انا النوتس اللي بطلعها عندي اللي انا بحط الانفورميشن على النون كاش انفستنج والفاينانسنج اكتيفيتي بتاعتي. تمام؟ وقال ودي شويه امثله من الحاجات اللي عندنا. قال لك لو انت مثلا انت عندك كونفرتبل او كونفرجن اوف ديبت تو ايكويتي، في حاجه اسمها كونفرتبل بوند، يعني السندات القابله للتحويل. مثلا البوند ده ايه؟ اداه دين، صح كده ولا لا؟ ممكن ابقى انا مصدر البوند ده وحاطط فيه شرط كده ان هو يتحول بعد مده معينه لايه؟ لكومن ستوك بنسبه معينه. تمام؟ اكوزيشن اوف if assets سواء كان بالدايركت ريتد لايبيلتي او ايه او ليسز، انا ممكن اخد assets استحوذ الشركه بتاعتي تاخد اصل بس ما تدفعش فيه فلوس. يعني مثلا زي الليس كده، هو حتى في الليس مثلا بتدفع فلوس، انت بتاخد الاصل بتسجل assets عندك وبتسجل قصاده الناحيه الثانيه لايبيلتي. هل نتج عن العمليه دي خروج فلوس؟ الو؟ ما نتجش عنها، صح كده؟ تمام؟ طيب احنا المفروض نعمل ايه بقى دلوقتي؟ المفروض هناخد الليميتيشن بتاعت الستيتمنت اوف كاش فلو ونحل بقى شويه، هنجيب لكم شويه اسئله كتير قوي عن الستيتمنت اوف كاش فلو عشان هي من الحاجات اللي اساسي ان شاء الله هتلاقي فيه عليها سؤال او سؤالين في الامتحان، سؤالين او ثلاثه كمان ممكن في الامتحان. ايه هي بقى الليميتيشن اللي انت ممكن تتخيلها عندك في الستيتمنت اوف كاش فلو؟ ايه اللي انتم ممكن تتخيلوه في الليميتيشنز بتاعتك؟ طيب هل الستيتمنت اوف كاش فلو دي لو انت شفتها لوحديها كده، هل هي كافيه عشان انت تقدر تحكم عن الشركه بتاعتي دي كسبانه ولا خسرانه؟
لا طبعا لا صح كده، مش ممكن الشركه دي يبقى عليها دين قد كده مثلا وما دفعتهوش، صح كده، وعشان ما دفعتش الدين ده فده مزود لي الكاش، فبالتالي دوت لازم اشوفها بالتزامن مع ايه، مع قوائم اخرى زي الانكم ايه ستيتمنت، صح كده تمام. والكاش فلو، وبالتالي ان الكاش فلو ما بتمثليش الترو ليكويد بوزيشن بتاع الشركه ايه بتاعتي، صح، ولكن ممكن المعلومات اللي في الشركه دي من قبل الاداره بتاعت الشركه ان هم يعملوا ايه مانيبيليتد فيها، يلعبوا في المعلومات دي. طب ازاي هنلعب فيها يا عم؟ قال لك على سبيل المثال مثلا اللي انا اعمل ترتيبات مع الفيندور بتاعي، اللي انا مثلا بدل ما ادفع له الفاتوره ديت انا عايز اخلي الاستيتمنت اوف كاش فلو عندي مطلع رقم كبير، فانا عليا فاتوره هتدفع يوم 31، حلو، اقول له لا ما تطلعليش الفاتوره دي استحقاق 31، تطلع عليا استحقاق يوم 1/1 ايه 2021، فبالتالي الكاش فلو عندي هيطلع زياده، صح كده ولا مش صح؟ ماشي. طيب يلا بينا نحل بقى. طيب احنا لما جيت في بدايه الشرح قلت لكم اهم جزء في الستيتمنت اوف كاش فلو انهي اكتيفيتي؟ صح، لان هو ده العمود بتاع الشركه، هو اللي من خلاله الشركه فاتحه اساسا عشان تشتغل، هو اللي بيجيب فلوس للشركه، صح كده ولا لا؟ يبقى لما يجي يسالك، لما يجي استخدم الستيتمنت اوف كاش فلو عشان اعمل ايفالويت للكومباني ايه سولفنسي عندي، الموست امبورتنت فاكتور تو كونسيدر ان ذا كاش، ايه اكتر فاكتور عندك بتاخده في الاعتبار في الكاش، ايه هو اكتر حاجه بتولد لك الكاش ايه؟ ريت، صح كده، يبقى الاجابه عندنا تبقى ايه؟ لو اوبريتنج ايه، صح، صح كده. طيب السؤال اللي بعده، احنا قلنا احنا عندنا نوعين من الديفيدنس، في ديفيدنس انا باخدها نتيجه ان انا بعمل انفستمنت في اسهم شركات ثانيه، صح كده، وديفيدنس انا بدفعها، قلت الديفيدنس اللي انا بدفعها دي دائما وابدا موجوده فين؟ فاينانس. الديفيدنس اللي انا باخدها دائما وابدا موجوده فين؟ طيب اللي بقى الاجابه هنا هتبقى ايه؟ ما حدش جاوب ليه يا شباب؟ دي يا محمد، دي صح كده؟ مش احنا قلنا فاينانسنج؟ الشركه عندنا دفعت ديفيدنس بايد للكومباني شير هولدرز، صح كده؟ هتظهر فين في الستيتمنت اوف كاش فلو؟ في الفاينانسنج، صح؟ طيب بيقول لك كل دولت موجودين في الستيتمنت اوف كاش فلو ما عدا ايه؟ عندنا حاجه اسمها اوبريتنج اكتيفيتي بي، عندنا حاجه اسمها ايكويتي بي 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 بي، صح كده؟ لا حد محتاج فيدباك ولا ايه؟ الاسئله دي كلها اسئله اوبريتنج اكتيفيتيز وانفستنج وفاينانسنج، هم دول موجودين، ايكويتي هي اللي مش موجوده، صح كده؟ ايوه تمام كده تمام. طيب لو انا عندي افيلبل فور سيل سكيورتي، عامل استثمارات في شويه اوراق ماليه، معايا فلوس محيراني، رحت اشتريت بيهم شويه اسهم وجيت بعت الاسهم ديت، احطها فين؟ هو يعني دي استثمارات، يعني دي اسهم انا اشتريتها بتاعت شركات ثانيه، ايوه تمام، وبعتها في الانفستنج، صح كده تمام. حد عايز فيدباك؟ انا هقلب لما حد يوصل فيدباك يقول لي، ماشي. طيب يلا بينا، الشركة بتاعتنا دي خدت حتة أرض عن طريق إيه؟ عن طريق إيه؟ مورجج، يعني عن رهن،
كأنها خليتها قصاد قرض يعني، فما دفعتش فلوس. اوكي تبقى دي ايه؟ هل نتج عن العملية دي فلوس اتدفعت؟ طيب الشركة لما خدت حتة الارض دي، ده المفروض يبقى ده ايه؟ المفروض investing صح؟ تمام كده؟ معايا ولا ايه؟ معايا يا شباب؟ معاك يا محمد. الشاشة راحت، هنجيبها تاني. ثانية واحدة ثانية واحدة. طب احنا قلنا الشركة لما اشترت حتة الأرض دي، ما حدش يبص على الإجابة، المفروض حتة الأرض دي تتحط فين؟ في الانفستنج، صح كده ولا لأ؟ ماشي. طب أيوة. ولما خدت الكارد ده يتحط فين؟ في الفاينانسنج. طيب هي بقى خدت الارض بالكارد، يبقى ده اسمه ايه؟ نون كاش فاينانسنج اند انفستنج اكتيفيتي. فاهمين؟ تمام كده، لقطوا الدنيا ولا ايه؟ تمام تمام. طيب السؤال اللي بعديه بيقول لك ايه من دولت بيتصنف operating activity في statement of cash flow؟ decrease in accounts payable during the year. ده بيتحط التغير في accounts payable، انا بحطه في operating ولا لا؟ في operating. اه مش احنا قلنا current assets صح كده؟ اه current liability. تمام. طيب السؤال اللي بعدين ايه الطريقه الاكثر استخداما اللي انا بستخدمها عشان احسب الكاش فلو من الاوبريتنج اكتيفيتي عندي؟ بي الاندايركت صح كده؟ الاندايركت. احنا قلنا الفازب بيشجع على استخدام الدايركت ميثود، بس في نفس الوقت بيجبرك اللي انت تعمل الريكونسليشن بتاعه النت انكم لرقم الكاش، تعملها سواء اشتغلت دايركت او اندايركت. فبالتالي انا مش هشتغل ايه دايركت واعمل الايه الريكونسليشن دي، فريح دماغي واشتغل اندايركت ايه على طول. صح كده؟ طيب هنا بيقول لك لو انا عرضت the presentation if major classes of operating cash receipt، يعني انا جبت كل الكاش اللي انا خدته حطيته في كفة ماشي، وطرحت منه الفلوس اللي انا دفعتها الاوبريتنج كاش ديسبيرسمنت، على سبيل المثال الفلوس اللي انا دفعتها عشان اشتري بيها بضاعة، ده انهي شكل من القوائم المالية بتاعتي من الستمنت اوف كاش فلو، دايركت ولا اندايركت؟ صح كده؟ يبقى هنختار انهي اجابة؟ ايه؟ تمام. الله ينور يا شباب. يلا بقى سؤال بالارقام، يلا بينا. هو عايز الكاش فلو اللي جالي منين؟ من الاوبريتنج اكتيفيتي. الاوبريتنج صح. طيب انت عندك نيت انكم هنا كام؟ 100. طيب في النقطة اللي عندك التانية دي بيقول لك اللي أنت عملت إيه؟ قال لك أنت اشتريت سكيورتيز، اشتريتها في لغرض الإيه؟ الاستثمار. اشتريتها بكام؟ ب 100 وبعتها ب 125، ده هيأثر عندك أصلاً في الأوبريتنج أكتيفيتي؟ ها؟ لا ده انفستنج. انفستنج صح كده؟ طيب طب فلوس جات لك نتيجة اللي أنت أصدرت إيه؟ كومن ستوك ب 10,000 دولار، هتأثر عندك؟ ده ايه؟ فاينانسنج. هيأثر؟ مش هيأثر صح كده؟ كله يبقى هتبقى ايه؟
هتبقى الإجابة إيه؟ صح تمام؟ الله ينور. انت تروح تحجزه على طول بقى كده. طب يلا السؤال ده. طيب هو بيقول لك خلال السنة الشركة بتاعتنا عملت ايه دي؟ اشترت long term productive assets يعني اشترت اصل طويل الاجر بخمس تلاف. العملية دي هتتحط فين؟ معايا شباب؟ الو؟ تبقى ايه outflow for investing وinflow financial activities. صح كده الاجابه بتاعتنا هتبقى رقم ايه؟ ايه اوكي تمام ماشي. طب يلا السؤال اللي بعده. حلو ولا ايه؟ شغالين. هل طلع الإجابة؟ إيه؟ إيه؟ تمام يا شادي الله ينور. هل طلع إيه تاني يا جماعة؟ هل طلع إيه تاني؟ طب حد عايز يفيدك في السؤال؟ أنا معايا إيه برضه. تمام الله ينور. أوكي. حد عايز يفيدك في السؤال طيب؟ مش حد ينفعنا بأي حاجة؟ طب خلاص نخش على السؤال اللي بعده. نفس السؤال نفس الجيفنز بس عايز الكاش فلو من الاوبريتنج اكتيفيتي. احنا قلنا الفوائد دايما وابدا بتتحط فين؟ تبقى ايه برضو؟ الفوائد دايما انت ديفيدنس انت بعد دفعتها. هنا الفوائد الاوبريتنج هي الانترست. صح كده؟ الله ينور يا رب. بالظبط. حسام احنا قلنا الديفيدنس لو انا دافعها هتبقى فاينانسنج، لو انا واخدها هتبقى اوبريتنج، صح كده؟ وقلنا الانترست دايما وابدا اوبريتنج. صح كده ولا لا؟ تمام. تمام 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 كده. طيب الفاينانسنج بقى هنا يبقى ايه؟ طب الانترست اللي احنا دفعناها دي هتبقى موجوده فين؟ في انهي سيكشن؟ مش الانترست احنا قلنا قلنا الانترست هتبقى اوبريتنج. تمام هتبقى اوبريتنج مالناش دعوه بيها. طيب احنا الديفنس دي انا واخدها ولا دافعها؟ تبقى فاينانسنج. صح كده؟ طيب انا اشتريت الكومن ستوك بتاعتي، انا دي ما قلتلكوش عليها معلش، لو انا اشتريت الكومن ستوك بتاعتي برضه هتتحط في الفاينانسنج. اشتريت الكومن ستوك بتاعتي هتتحط فين؟ طيب ديفيدنس بيد ده انفلو ولا اوت فلو؟
ده اوت فلو. طيب وعملت لي بيرشز للكومون ستوك بتاعتي ده اوت فلو ولا ان فلو؟ ده اوت فلو. يبقى الاثنين اوت فلو، يبقى نجمعهم الاثنين على بعض يبقى يدينا كام؟ سي سي 600. تمام. طيب بيرشز ده اللي هو احنا قلنا قبل كده تريجري ستوك، صح؟ هي التريجري ستوك. الله ينور عليك. يلا بقى السؤال الجميل ده. انا برفع لكم ايه الدنيا واحده واحده، واخدين بالكم ولا لا؟ ماشي شغال. طيب هو انا عايز الكاش فلو منين يا شباب بيسال؟ من الايه؟ فاينانسنج اكتيفيتيز. فاينانسنج اكتيفيتي، حلو كده. يبقى انا اروح ادور على الحاجه اللي لها فاينانسنج. طب الانكريس في الاكونت ريسيفبل ده هل هو ما هيبقى موجود فين عندي؟ في الاوبريتنج، صح؟ الاوبريتنج. والديكريس في الانفنتوري في الاوبريتنج. والديكريس في الاكونت ريسيفبل في الاوبريتنج. والديبريشيشن اكسبنس في الاوبريتنج. والجين بتاع اللي انا بعت افيلبل فور سيل سكيورتي ده انا هطرح الجين ده كله من الاوبريتنج واحط قيمه البيعه كلها فين؟ في الانفستنج، صح كده؟ طيب الكاش اللي انا اخدته من الكومن ستوك بتاعتي هيتحط فين؟ في الفاينانسنج. اول حاجه عندي هنا كام؟ ال 800000 جنيه. جنيه دي ان ولا اوت؟ ان، صح كده؟ طيب طب وقال لك الكاش كاش بيد فور ديفيدنس، انا دفعت ديفيدنس كام؟ 80. يبقى دي برضو موجوده عندي فين؟ لو انا الديفيدنس اللي انا دافعها موجوده في الفاينانسنج، لو انا واخدها موجوده فين؟ في الاوبريتنج. طب الديفيدنس دي هتبقى كاش ان ولا اوت؟ اوت. يبقى دي ايه؟ هتطرح. حلو كده؟ طيب فلوس انا دفعتها عشان اشتري حته ارض دي ايه؟ انفستنج، صح؟ انفستنج. طيب الفلوس اللي انا خدتها من بيع الافيلبل فور سيل سكيورتي فوق اللي انا كنت كسبان فيها 700 دي ايه؟ investing. في حاجة عندي هنا تاني كده financing، يبقى الكاش اللي عندي اللي جاي من financing كام؟ 720. يبقى الإجابة هتبقى إيه؟ B. تمام كده ولا حد عايز يديك في السؤال؟ طيب طب تعالى نخش بقى على الإيه؟ على الانفستنج. حلو كده؟ طيب احنا عندنا هنا في الانفستنج ايه؟ ولما احنا كنا بنقرا كده لو تفتكر تمام. انا خدت كام من الافيلبل فور سكيورتي؟ 2,800,000. تمام. ودفعت كام عشان اخد حته الارض؟ 1,500,000، صح كده؟ دفعتهم، ده كاش ايه؟ كاش اوت. يبقى انا عندي كام كده هنا؟ تمام كده يا شباب ولا ايه؟ شباب تمام 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 تمام. اخر سؤال؟ عايز الكاش فلو من الاوبريتنج ايه اكتيفيتي؟ النت انكم عندنا كام؟ 920. يبقى اول حاجه هنبدا بيها بكام؟ 920. الديبريشيشن اكسبنس 110. الديبريشيشن اكسبنس ده كاش ولا نون كاش اكسبنس؟ نون كاش. هنعمل فيه ايه؟ نجمعه، صح؟ مش هو مطروح؟ طيب ال increase in accounts payable هنجمع، صح كده؟ طيب ال increase in accounts receivable هنعمل فيها ايه؟ هنطرحه. تمام. طيب ال increase in deferred income tax liability هيتعامل نفس معاملة ال liability، هيتعامل فيه ايه؟ الجمع، صح كده؟ ما هو current liability موجود عندي برضو، صح ولا لا؟ يبقى 920.
110 زائد 45 ناقص 73 زائد 16 هيطلع عندنا كام؟ حد يعمل ثواني. 75 زائد 110 ناقص 45 ناقص لا زائد 45 زائد 16 تبقى سي مليون 18 مليون 18 سي. تمام كده تمام. الله ينور يا شيخ الله ينور. في الاوبريتنج بدأنا بالنت انكم ايه؟ لما في الاوبريتنج هنا في السؤال ده بدأنا بالنت انكم وفي السؤالين اللي قبله الفاينانس والانفستنج ما بدأناش بالنت انكم حسبنا الحاجات على طول. طيب بص هرجعك انا ورا شوية. احنا هنا بص شايف الستيتمنت اوف كاش فلو اللي تحت دي؟ ها؟ انت هنا بتاخد الكاش فلو اللي جالك من الاوبريتنج طلع 10 تمام؟ وبعد كده بتحسب النت كاش فلو اللي جالك من الانفستنج تمام؟ لوحده يعني تاخد السكشن بتاع الانفستنج ده لوحده وتجمعه على الاوبريتنج والفاينانسنج لوحده وتجمع الثلاثه على بعض يدي لك التغير في الكاش. فلما بيجي يسالك عن الكاش برو اللي جالك من الانفستنج انت بتركز على السكشن بتاع الانفستنج بس. جالك على السكشن بتاع الفاينانسنج انت بتركز على السكشن بتاع الفاينانسنج بس. الاوبريتنج على الاوبريتنج بس. فرقم النت انكم بيخش في حسبه الاوبريتنج لكن الانفستنج والفاينانسنج ما بيخشش عندي رقم النت انكم لكن بيخش لما اجي احسب التجار في الكاش لما احسب الثلاثه مع بعض. لقطت الفكره كده؟ تمام اه. طيب كده احنا خلصنا الستيتمنت اوف كاش فلو. حد عنده اي سؤال فيها؟ طيب احنا الستيتمنت اوف كاش فلو عندنا بتتقسم لكام اكتيفيتي؟ ثلاثة اوبريتنج وانفستنج وفاينانسنج. وعشان اعمل الستيتمنت اوف كاش فلو محتاج ايه؟ ميزانيتين تمام؟ ميزانية السنة دي اللي انا عامل لها كاش فلو الستيتمنت اوف كاش فلو والسنة اللي قبليها والانكم ستيتمنت بتاعت السنة دي وشوية ايه؟ معلومات تانية زي مثلا لو الشركة وزعت ديفيدنس مثلا صح كده ولا لا؟ طيب والستيتمنت اوف كاش فلو بتوفر معلومات عن الكاش ان فلو والكاش اوت فلو اللي حصل خلال ايه؟ خلال ايه؟ خلال السنة. الجدولين بص الرسمة دي والرسمة دي يعني اقراهم وفهمهم كويس جدا ويبقوا زي اسمك دولت اللي هيخلوك تعرف تحل اسئلة الستيتمنت اوف كاش فلو بسهولة جدا 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 تمام؟ ماشي. طيب نقفل الفيديو ده على كده عشان هنخش في الاكونت ريسيفر فنبدا بفيديو جديد تمام؟ هبعت لكم اللينك حالا. يلا السلام عليكم.